الخير وصباح السعادة، بما اننا متواجدين بكورنيش جدة طبيعي انه يكون صباحنا سعادة. عبد الإله وسارة، يمكن سبق وغطينا الواجهة البحرية في الفترة اللي راحت، وخصوصا في اول ايام عيد الفطر المبارك، يعني زي ما نقول كانت ملامح الكورنيش شبه ناقصة، تحس الكورنيش ما هو مكتمل وهو فاضي، لكن اليوم بتواجد سكان مدينة جدة هنا في الكورنيش اكتملت ملامح كورنيش جدة. الكورنيش بتعمل فيه عدة جهات لتنظيم الحياة هنا والعودة للحياة تدريجيا كما ذكرنا في الأيام السابقة. عندنا أمن المهمات، عندنا المرور لتنظيم الحركة، عندنا أيضا أمانة جدة وهي المشرف والمحرك للواجهة البحرية، وعندنا أيضا السكان اللي أكيد بتباعدهم الاجتماعي وبحرصهم على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بيكملوا هذه المهمة، بحيث نحن نعود للحياة ولكن نعود بحذر بإذن الله. كما ذكرنا أمانة جدة هي المشغل لكورنيش الواجهة البحرية، مشرفو الواجهة البحرية منتشرين هنا بالتأكيد لتنظيم الحركة. طبعا الحركة هنا فقط في الممشى اللي احنا الآن متواجدين فيه، ولكن الدخول لمنطقة الواجهة البحرية حاليا ممنوع عشان ما تصير تجمعات و أمام البحر بالتأكيد، ولكن الممشى مسموح المشي فيه، لذلك نجد احترازيا بالتأكيد، يعني حرصا منهم على سلامتنا وهي وسلامة الإنسان أولا كما ذكرنا سارة وعبد الإله. طيب كيف الطقس يا غدير الآن؟ الحركة المرورية أخف، الحركة المرورية لا تعتبر حركة كثيفة، الطقس حار، رطوبة والجو حار، لكن أهالي جدة مشتاقين وما عندهم مشكلة مع رطوبة جدة ولا مع حر جدة طالما أنهم متواجدين في الكورنيش. طيب يعني حيتعاملوا إن شاء الله مع الطقس وكمان مع الإجراءات الاحترازية. الحركة المرورية يا غدير ايش كنت تقولين عنها؟ بالتأكيد الجميع يرتدي الكمامات اليوم شاهدنا الأطفال الكبار اليوم شاهدنا بداية الكبار والصغار جميعهم ملتزمين بارتداء الكمامات سواء كانت الطبية أو كانت الكمامات القماشية، شاهدنا حتى منها ألوان للأطفال في حركة جميلة من الأهالي على أساس أن هم يحفزوا أطفالهم على ارتداء الكمامات اللي عليها الرسومات المتحركة. الحركة المرورية عبد الإله منخفضة تماما بعكس الأيام الأولى، أتوقع كانوا الناس فرحين بعودة الحياة والسماح الجزئي، لذلك شاهدنا أعداد كبيرة كانت متواجدة في الكورنيش، لكن اليوم أعتقد أن الأعداد طبيعية جدا ولا تعتبر كثيرة أبدا، والناس ملتزمة بالتباعد الاجتماعي أنه بين كل شخص والآخر مترين. غدير فعلا الأغلبية يا سارة في سياراتهم، أعداد قليلة المتواجدة هنا في على ممشى الواجهة البحرية، غالبيتهم بالدراجات الهوائية، فلذلك بالتأكيد حيكون في تباعد اجتماعي طالما هم على دراجاتهم الهوائية. ممتاز.